يقول: كيف أبعد الهم والقلق عن قلبي؟ طبعا نحن بشر، نحن بشر، والبشر يصاب بالهم والغم والقلق والحزن، نحن بشر. طيب كيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ أولا أن تعلم بأن الهم هذا إن احتسبته فهو مكفر للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا مرض ولا هم ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. فتعلم أنك إذا أصبحت مهموما في البيت ولا في المال ولا في التجارة ولا في العمل، احتسب الأجر أن هذا إيش؟ كفارة الذنب. واحد. اثنين، أن تدعو الله عز وجل، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة للمكروب والمهموم، منها دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومنها أن تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ومنها أن تقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ومن أحسنها يسميه علماء دعاء الهم: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله أذهب الله همه وغمه. فهذا أيضا مما يذهب الهم والغم. ومما يذهب الهم والغم أن تعلم بأن هذه الدنيا لا تساوي أن تنقص عمرك بالهم. الدنيا قصيرة، كم عمرك؟ 50 60 70؟ لما تنقص عمرك بالهم والغم والحزن؟ بل ينبغي أن تكون حياتك حياة سعادة وراحة وفرح، وتطرح الهم والغم خلف ظهرك، وتعلم بأن الله عز وجل لا يقدر لك إلا الخير.